أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درود زهرا بتول رضی اللہ عنہما، غوث وقت حضرت سید عبدالعزیز زبار فارسی قدوس سرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیوان صالحین میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہما کو اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ درود پڑھتے سنا. الفاظ تو یہ نہ تھے، غالباً سریانی ہوں گے، مگر معنی جو میں نے عبارت سے اخذ کیے وہ یہ تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی من روحه محراب الارواح والملائکة والکون. اللہم صل على من هو إمام الأنبياء إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على من هو إمام أهل الجنة أهل الجنة عباد الله المؤمنين. اللهم صل على من روحه محراب الأرواح والملائكة والكون. اللهم صل على من هو إمام الأنبياء إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على من هو إمام أهل الجنة أهل الجنة عباد الله المؤمنين. اللهم صل على من روحه محراب الأرواح والملائكة والكون. اللهم صل على من هو إمام الأنبياء إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على من هو إمام أهل الجنة أهل الجنة عباد الله المؤمنين.